السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو هذا لرصد آخر إحصائيات كوفيد 19 بالمغرب ليوم 6 يونيو 2020 إلى حدود الساعة 10 صباحا. الحالات المؤكدة 8132 حالة، أي بزيادة 61 حالة في هذه 16 ساعة الماضية. الحالات المستبعدة 276532 حالة، أي بزيادة 9254 حالة في هذه 16 ساعة الماضية. المتعافون 7278 حالة، أي بزيادة 10 حالات في هذه 16 ساعة الماضية. الوفيات مستقر في 208 حالات، لم تسجل الحمد لله أي حالة وفاة في 16 ساعة الماضية. الحالات التي تتلقى العلاج 646 حالة، أي بزيادة 51 حالة. بالنسبة للإصابة، التوزيع ديال الإصابات لحالة اليوم حسب الجهات ل 16 ساعة الماضية: جهة الدار البيضاء سطات عرفت زيادة ديال 31 حالة في 16 ساعة الماضية، جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت زيادة 14 حالة في 16 ساعة الماضية، جهة مراكش أسفي عرفت زيادة 11 حالة في 16 ساعة الماضية، الرباط سلا القنيطرة عرفت زيادة 3 حالات في 16 ساعة الماضية، جهة فاس مكناس عرفت زيادة 1 في 16 ساعة الماضية، جهة الشرق عرفت زيادة حالة 1 في 16 ساعة الماضية. أما باقي الجهات الحمد لله لم تسجل فيها أي حالة. الله يشفي الجميع.